هاي جيرلز، هاي فانز، هاي ايفريون. النهارده هناخد مع بعض ازاي او امتى ننطق حرف السي الصوت اللي هو س، وامتى ننطقه بالصوت ك. هننطقه بالصوت س لما السي يجي وراها اي حرف من الثلاث حروف دول. يعني لو جه وراها اي تتنطق اس، لو السي جه وراها اي تتنطق اس، لو السي جه بعديها واي برضو تتنطق اس. زي ايه؟ زي السري، سري سري يعني مدينة. طب ايه اللي يحصل يعني لو نطقت السي هنا كي؟ ايه اللي هيحصل؟ هتتحول لمعنى تاني خالص. فانا لو قلت كيتي ما قلتش سيتي، هتبقى معناها قطة. كيتي يعني قطة صغيرة، فالنطق الصح بتاعها سيتي، سري سري. ما ينفعش اقول كيري كده، هغير المعنى. كيري التانية عشان افرق بين سيتي او سري وكيري. لو كتبت هنا حرف الكي هتدي معنى تاني خالص، وكمان كيري بيبقى فيها اتنين تي مش تي واحدة. يبقى سري 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 يعني مدينة. فويس 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 يعني صوت. pencil 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 يعني قلم رصاص. decent 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 يعني محترم او لطيف او محتشمه او محتشم. bicycle 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 يعني دراجه، يعني العجله اللي احنا بنركبها. privacy 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 يعني خصوصية. يبقى ملاحظين ايه في كل الامثلة دي؟ ان السي اتنطقت بصوت الاس عشان جه وراها يا اما اي يا اما اي يا اما واي. طيب امتى بقى ننطق حرف السي اكنه كي؟ لما يجي وراها بقية الحروف ما عدا الاي والاي والواي اللي احنا اتفقنا عليهم. زي ايه مثلا؟ زي cut 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 يعني يقطع. car 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 يعني عربية. curtain 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 أو curtain يعني ستارة. طيب لاحظنا ايه؟ ان السي هنا ما جاش وراها ولا اي ولا اي ولا واي. امتى كمان ننطق حرف السي زي الكي؟ لما السي يبقى في نهاية الكلمة، زي magic 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 يعني سحر. logic 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 يعني منطق. يبقى ان السي جت في اخر الكلمة، فعشان كده برضو نطقناها كي. طيب في زي ما فكرتكم زمان وقلتلكم على طول حطوا الجملة دي في دماغكم واحنا بنتعلم اي حاجة في الانجليش، ان في قواعد كتيرة وفي ساعات بيبقى في استثناءات اكتر. ايه الاستثناءات دي بقى؟ زي مثلا muscle. السي هنا جاي وراها ال، تمام؟ واحنا قلنا لو بقية الحروف جت ورا حرف السي ما عدا الاي او الاي او الواي هتتنطق كي. طب هنا بقى السي اتنطقت زي الاس، ده exception، ده حاجة كده استثنائية. muscle muscle يعني عضلة. في برضو استثناء تاني لما السي يجي وراها حرف الاتش، واحنا خدنا ده قبل كده في خلطات الحروف. السي لما بيجي وراها اتش بيدينا صوت التش تش. chair chair يعني كرسي. much 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 يعني كتير. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة، وبعد كده تعرفوا امتى تنطقوا حرف السي كصوت الس او زي صوت الك. ولحد ما اشوفكم المرة الجاية اتمنى ليكم كل خير. باي.